لف أكيد مهم بالنسبة لينا جميعا، لأنه متعلق بلقمة العيش، متعلق باقتصاد كل مواطن مصري في إطار طبعا اقتصاد الدولة بشكل عام. ومش خافي علينا جميعا مسألة ارتفاع الأسعار والمعاناة اللي بيعيشها المواطن المصري، لكن المهم أنه ايه الاسباب، نبقى فاهمين ايه الموضوع بناء على ايه، ايه المعطيات اللي على الارض اللي ادت للاوضاع الصعبه اللي احنا بنعيشها. علشان كده مهم ان الحكومه المصريه تخاطب الراي العام، تشرح تقول ايه الوضع، احنا ايه اللي عملناه، ايه اللي هنعمله، الاجراءات الصعبه اللي قامت بيها الدوله، طيب الازمات اللي عدت علينا، بدايه طبعا بقى لنا 4 5 سنين في ازمات كتيره وكبيره وصولا للازمه الحاليه. وطبعا مش احنا لكن يعني او مش احنا بس في العالم، لكن اللي يخصنا احنا، ده حصل معانا ازاي او انعكس علينا ازاي، ازاي انعكس على الاقتصاد المصري، ازاي الاصلاح الاقتصادي اللي اشتغلت عليه الدولة المصرية وكان بطلها الرئيسي المواطن المصري اللي تحمل فاتورة الإصلاح، وكان في نوعا من أنواع إيه يعني بدأنا نقول هنشم نفسنا. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ إيه الضربات اللي جات لنا بعد كده؟ لما الحكومة النهاردة وأول اجتماع ليها في بداية السنة الجديدة ومؤتمر صحفي مهم الحقيقة لإذا بوحدكم، لازم الحكومة يبقى فيه مخاطبة للرأي العام، لازم توضح، لازم تتكلم، لازم تقول زي ما قال رئيس الوزراء النهاردة إن أنا عارف وحاسس وسامع شكاوى الناس وفاهم معاناتهم من الغلاء ومن ارتفاع الاسعار في كل الامور بقى. لان النهارده رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي عدى على كل شيء الحقيقه، بدات من رغيف العيش للكهرباء لانابيب البوتاجاز للدواء لكل شيء الحقيقه، اتكلم عن ايه اللي حصل وطبيعه الازمات والدعم وازاي اتخفض الدعم وليه بيتخفض، طب الدوله بتتحمل قد ايه والمواطن ازاي بيتحمل. خلونا نسمع كده رئيس الوزراء في تصريحاته النهارده وهو بيشرح الموضوع. هبدا برغيف الخبز. احنا كمصر كل يوم الصبح منذ الفجر لغايه قبل ما ننزل شغلنا، كل مواطن مصري الاف المخازن بتشتغل عشان تخبز، انا بتكلم هنا على الخبز المدعم، 275 مليون رغيف يوميا بيتخبزوا من الفجر او ما قبل الفجر لغايه قبل ما ننزل الصبح بدري. ال 275 مليون رغيف يوميا لما نضربهم في 365 يوم هم 100 مليار رغيف في السنة. لغاية 21 كان تكلفة أو الدعم اللي الدولة مخصصاه لهذا الموضوع في حدود ال 50 مليار أو أقل من 50 مليار. النهاردة ان احنا ما خدناش قرار، ما زودناش كنا سعر العيش، النهارده تكلفه فاتوره رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدوله. الشيء الثاني، احنا كنا في 21 نهينا دعم المواد البتروليه ولم يعد هناك عندنا دعم للسولار. طيب ايه الموقف النهارده عشان برضو نبقى عارفين الارقام كلنا ونبقى شايفينها قدامنا كمواطنين وعارفين. مصر بتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار. حاليا كل لتر سولار المواطن المصري بياخده وبيستهلكه الدولة بتدعمه النهاردة بخمسة جنيه، يبقى دي 90 مليار جنيه الدولة النهاردة بتدعمها. يبقى الخبز 91، السولار 90. الشيء الآخر، التموين، فاتورة التموين موجودة والدعم التموين 36 مليار جنيه. البوتاجاز، أنبوبة البوتاجاز برضو عشان لحضراتكم الأرقام، مصر بتستهلك سنويا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، 280 مليون أنبوبة بوتاجاز. التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه، احنا بنبيعها ب 75. لما نشوف الفرق 125 جنيه دول 35 مليار جنيه أخرى. آخر بند، الكهرباء. أنا كنت بقول لحضراتكم كان معالي وزير الكهرباء لما طلع في المؤتمر من 3 سنوات قال إن بحلول هذا العام اللي احنا فيه كان من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء،
وكان حاطط خطة زيادات أسعار ومعلنة ومنشورة إنها هتتنفذ على اعتبار أن الدولار ب 16 جنيه. هو إيه علاقة المواطن الحيسة اللي هو إيه علاقة الدولار بتسعير الكهرباء؟ لأن الوقود اللي بيشغل كل محطات الكهرباء عندنا هو بنجيبه بالدولار. بنجيبه بالدولار. فبالتالي لما بجيب بالدولار على أساس 16 جنيه غير لما بجيبه النهاردة على أساس 31 جنيه. طيب النهاردة آخر أرقام الكهرباء كخسائر أو نقدر نقول كدعم اللي كان النهاردة مقرر واللي أعلنه السيد الوزير إن دعم الكهرباء وصل لتسعين مليار جنيه هذا العام فقط. تسعين مليار جنيه. لما أجمع الخمس بنود اللي أنا قلتهم لحضراتكم إحنا بنتكلم على دعم 342 مليار جنيه مقابل من سنتين كان أقل من 100 مليار جنيه.